صباح الخير والورد والفل والياسمين على احلى مشاهدين ومشاهدين برنامج مصر جميله. كل سنه وحضراتكم طيبين. اول لقاء مع حضراتكم في السنه الجديده. برنامج مصر جميله موجود مع حضراتكم كل يوم على مدار السنه ان شاء الله، ويا رب تكونوا استمتعتوا بحلقاتنا في 2021 وتستمتعوا اكتر بحلقاتنا في 2022. لسه بنحتفل مع حضراتكم ولسه شجره كريسمس معانا ولسه هتبقى معانا لان اعياد المسيحيين لسه ممتده لغايه يوم 7 يناير. كمان احتفالاتنا بالسنه الجديده مش لازم بس تكون في اخر السنه وبدايه السنه، لازم تكون الطاقه الايجابيه موجوده معانا على مدار السنه. احنا حلقتنا النهارده فيها فقرتين مهمين جدا هقول لحضراتكم عليها، بس بعد ما نستمتع بالاخبار. الاخبار الحقيقه كلها مبشره بالخير. الخبر الاول بنتكلم عن بعد مراحل استغرقت عامين من العمل المتواصل والممتد، حصلت الأكاديمية الوطنية للتدريب على الاعتماد من مؤسسة أمريكية تحمل عنوان ACCET بعد أن تم اختصار المدة المتعارف عليها للحصول على الاعتماد. بدل ما كانت 4 أو 5 سنين حصلنا على الاعتماد بعد 2 سنين بس. وكمان المهم في الموضوع أن الأكاديمية اعتمدت في الحصول على هذا الاعتماد على شبابها وعلى طاقم العمل بها ومدربيها دون الاستعانة بأي خبرات أجنبية. وهو ده الحقيقة اللي احنا بنأمل اننا نكون دايما بنحصل عليه من خلال شبابنا، من خلال كوادرنا، بدون الاستعانة بالخبرات. الخبرات الأجنبية طبعا مهمة لكن في الاستشارات بس، لكن الأيادي المصرية قادرة على العمل. الخبر الثاني بنتكلم عن تقارير حصاد قطاعات الدولة في 2021. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على حصاد قطاعات التضامن الاجتماعي، حيث تبنت الدولة المصرية نهجا وطنيا متكاملا للنهوض بقطاعات التضامن الاجتماعي والحفاظ على رعاية الأسرة المصرية، وده طبعا ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري ولتطوير كمان حياة المواطن المصري في كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وكمان الترفيهية. الحقيقة لأن كمان مش بس بتوفر لهم حياة كريمة ومية وكهرباء وغاز، لكن كمان في مراكز شباب وفي مدارس وفي رعاية صحية وفي كمان ملاعب ورياضة بيمارسوها. الخبر الثالث من وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن إطلاق قافلة بتضم 50 قافلة طبية مجانية لمناطق نائية ومناطق حدودية في جميع المحافظات. الكلام ده تم إطلاق 50 قافلة من امبارح السبت ولغاية يوم 12 يناير. القافلة من ضمن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة، طبعا هتروح المناطق الأكثر احتياجا. القافلة محملة بكل التخصصات من أمراض بطنة وأطفال وأنف وأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان وقلب وجلدية ونساء وولادة، وكمان خدمات تنظيم الأسرة بالإضافة إلى الأشعة والتحاليل، ده بالإضافة كمان للصيدليات متنقلة. وده مهم جدا لأننا زي ما بنكشف على المرضى لازم أننا نصرف لهم العلاج. دي كانت أخبارنا، وزي ما قلت لحضراتكم الحقيقة كلها مبشرة وبتدعو للتفاؤل والأمل. كمان عندنا فقرتين. الفقرة الأولى بتتكلم عن كلية الإعلام وبحث رسالة ماجستير. الحقيقة هي الأولى من نوعها بتربط ما بين الإعلان وما بين الاستقبال العصبي للمتلقي. خلينا نفهم أكتر من خلال لقائنا مع ضيوفنا اللي هينورونا. كمان الموضوع التاني بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي، هنتكلم عنه بالتفصيل بعد الفاصل اللي جاي. أنا لحضراتكم مرة تانية، والحقيقة صدر قرار مؤخرا من رئيس الوزراء، وهو تقديرا لحملة الماجستير والدكتوراه بيتم تعيينهم أو بيكون ليهم الأولوية في التعيين في المناصب الشاغرة في كل قطاعات الدولة، وخاصة في مجال عملهم للاستفادة من خبراتهم ومن طموحهم في العلم. يعني احنا كمان النهاردة الحقيقة عندنا من حملة الماجستير رسالة في الماجستير موضوعها مختلف وجديد. ضيوفنا اللي هنرحب بيهم دلوقتي حالا هيعرفونا على الموضوع بالتفصيل.
الدكتوره داليا محمد عبد الله، استاذ ورئيس قسم العلاقات العامه والاعلام بكليه الاعلام جامعه القاهره. مرحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. كمان الباحثه بسمه سيد طه، صاحبه رساله الدكتوراه او رساله الماجستير المميزة جدا، برضو هي باحثة في كلية الإعلام جامعة القاهرة. رحب بيك يا بسمة. ميرسي لحضرتك. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله سنة جديدة سعيدة يا رب علينا جميعا يا رب. يعني خلينا نبدأ بدكتورة داليا وحضرتك، كلميني عن بحث بسمة وعن تميزه. الحقيقة بسمة باحثة يعني غير تقليدية تماما. أنا الحمد لله يعني أشرفت على عدد كبير جدا من الرسائل وناقشت رسائل كتيرة، يعني يمكن أكتر من 60 رسالة. بسمة كانت عايزة تعمل شيء مختلف، وعايزة فعلا يعني رسالتها تكون رسالة تطبيقية مش رسالة نظرية. إزاي الشخص لما بيشوف إعلان بيتفاعل مع الإعلان ده، بيفتكر محتوياته، بتتكون مشاعر ناحية الإعلان ده، طب هل المشاعر دي هتخليه يسلك بقى سلوك معين ولا لأ؟ وبعدين إحنا اخترنا إن إحنا الإعلانات بتاعتنا تكون على قضايا اجتماعية، يعني قضايا بتمس المجتمع، بحيث لما تطلع حملات تدعو ليه يعني ان الجمهور مثلا يتبرع لصالح مؤسسه معينه، حملات توعويه بالظبط كده، او ان مثلا لا لختان الاناث، فايه اللي بيخلي ان الحملات دي ممكن احيانا ما بتنجحش قوي. فاحنا كان يهمنا ان احنا نضع وفقا بقى للنتائج زي ارشادات للمصممين الرساله الاعلانيه، ان انت خلي بالك وانت بتصمم الرساله المفروض تاخد بالك ان العنوان يبقى مثلا ايجابي او سلبي، ان ما يبقاش مثلا في صوره تاذي العين، ان لا نحط اللوجو يمين ولا نحطه شمال، طب نقول ايه في الرساله الاعلانيه عشان نزود من فعاليتها. وهو ده اللي عملته بسمه، من خلال كمان مش بقى ان احنا ادوات تقليديه في القياس، لا ده في اجهزه معينه المبحوثين اللي كانت بتجرى عليهم الرساله بيلبسوها، وبتقيس كمان يعني تفاعل اعضاء الجسم مع الموضوع، الاي تراكنج، عينك ماشيه ازاي ورايحه فين، نبضات القلب بقى والتنفس. فهي الحقيقه دي تعتبر اول رساله احنا كنا بنسمع عن الكلام ده زمان قوي في الكتب الاجنبيه وما احناش لاقيين تطبيقه هنا، فلما لقينا ان متاح فعلا، وانا طبعا بشكرها ان هي يعني وقفت واجهت الموضوع ده وقالت لا مش هيبقى صعب علينا، انا حذرتها قلت لها هيبقى صعب، هتجيبي العينه من ازاي عشان تقنعي ناس يقعدوا ويلبسوا الحاجات دي، ممكن يخافوا، ممكن الوقت يطول شويه فيزهقوا فيملوا، لا هي تحدد كل الصعاب، فانا فخوره جدا بيها الحقيقه. بسمة، البحث بتاعك كان أول رسالة ماجستير لدمج علم الأعصاب بالإعلام وحل قضايا المجتمع. يعني قوليلي منين جبتي الفكرة؟ زي ما الدكتورة داليا بتقولك كانت صعب. خليني بس الأول أبدأ بتحية حضرتك وشكر دكتور داليا، وأنا حقيقة سعيدة جدا إن أنا اللي معاها النهاردة. دكتور داليا وطبعا الحاضر الغائب دكتور صفوة العالم هو المشرف الرئيسي على الرسالة، هما الاثنين الحقيقة نموذج مختلف شوية عن النموذج التقليدي للأساتذة اللي هما بيتبنوا قوالب تقليدية، والله ده شكر مستحق صدقا، يعني ان هي هما فعلا ما وقفوش قدام الموضوع. لما انا قلت ان احنا عايزين نعمل حاجة مختلفة كانوا حقيقي مشجعين وداعمين، وده يمكن عكس السائد او عكس التقليدي، وده اللي حدد او قلل شويه من التحديات اللي اتكلمت عليها يمكن دكتور دالي. نرجع بقى للسؤال ان الفكره جت منين. هي الفكره ببساطه جت من شغلي، انا خريجه كليه الاعلام واشتغلت في مجموعه من المؤسسات في البحث والتخطيط وتنفيذ الحملات الاعلانيه والاعلاميه لمجموعه من المشروعات بمختلف بقى القضايا التجارية واجتماعية وغيره. فكنا دايما بنقف عند حتة انه ليه ده نجح قوي كده رغم ان احنا عملنا فيه مجهود اقل، وليه ده نجح اقل رغم ان احنا عملنا فيه مجهود رهيب. يعني دايما كنا نقف عند ده. اتنقلنا بقى لمرحلة تانية، طيب احنا بنعمل ابحاث فعلا قبل اطلاق الحملات وبنقعد مع الناس وبيأكدوا لنا ان الاعلان ده ممتاز، بس وقت ما بينزل ما بيحققش نفس التأثير.
ولقيت ان الوكالات الكبيره والناس اللي عندهم خبره في صناعه الاعلان والاعلام فاهمين ده كويس جدا، وفاهمين ان هم عمرهم ما هيقدروا يقللوا الفجوه 100%. طبعا اكيد الخبره بيبقى ليها دور اكيد، وكل ما الانسان بيشتغل اكتر بيبقى فاهم الى حد ما، لكن بتظل الفجوه موجوده. فبدات احس انه طب هو احنا امتى هنقلل الفجوه دي الى حدها الاقصى؟ يعني عمرها طبعا ما هتختفي تماما، لان احنا بنتعامل مع بشر وبني ادمين معقدين، مش 1+1=2. ففضل السؤال ده في دماغي. بالصدفه البحثه كان في احدى شركات الابحاث، مش عارفه ينفع اقول اسمها ولا لا، مفيش داعي، كانوا يعني بيعرضوا علينا خدماتهم البحثيه، وقعدت معاهم. وبعدين في اخر الاجتماع خالص قالت لي على فكره ده احنا عملنا حاجه اسمها نيورو لاب، وده سوفت وير احنا جايبينه من بره وبنشتغل عليه هنا كمصريين. وبدات تشرح لي الفكره. الفكره ببساطه انه كل حاجة، ودي هي الفكرة اللي قايم عليها علم الأعصاب أو النيوروساينس، إن كل رد فعل إحنا بنعمله سيكولوجيا، مشاعرنا ردود أفعالنا كده، مرتبط بتغير فسيولوجي بيحصل. يعني بمنتهى البساطة، أنا لما بخاف ضربات قلبي بتزيد، فالخوف هو الشعور وضربات قلبي هو التغير الفسيولوجي اللي حاصل. بالظبط كده، بيكون مؤشر أو إنديكيشن. فالباحثين في مجال الاتصال قالوا طيب إذا الأطباء النفسيين مثلا بيجيبوا الأجهزة دي وبيقيسوا بيها التغيرات علشان يشوفوا العلاج جاب نتيجة ولا لا، طب هل إحنا لو طبقنا المفهوم ده على أي مضمون إعلامي هنلاقي نتائج؟ فلقوا فعلا ده، وبدأ يبقى فيه تطبيق واسع جدا للموضوع، بحيث إن هم يقدروا يعني ياخدوا رد الفعل الحقيقي تجاه المضمون الإعلامي. من اول الحاجات اللي احنا استخدمناها اللي زي ما دكتور دالي اشارت ليها، اللي هو تسجيل حركه العين وضربات القلب وكده، وبالتالي انا ببقى عارفه الاستجابه اللحظيه في الوقت اللي بيتعرض فيه المشاهد للمضمون، واستجابه تفصيليه جدا. الاجهزه دي بتشتغل بالارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي باجزاء من الثانيه. فانا ببقى عارفه كل، انا كصانع اتصال او كباحث ببقى عارف كاني جوه دماغ المشاهد وهو بيتفرج، امتى شايف العنصر الفلاني، ركز على ايه، وحس بايه وهو بيتفرج من خلال رياكشنات وشه. ولو بنعمل كمان مسح بسيط للدماغ بنشوف هو كان مركز ولا لا. المرحله بقى الكمان متقدمه اكتر من كده، بس احنا ما طبقناهاش يعني في الرساله، كانت المرحله بتاعت استخدام الاجهزه الطبيه نفسها، اللي هي مثلا زي اجهزه الرنين المغناطيسي الوظيفي او الاف ام ار اي او الاي اي جي اللي هي ذبذبات المخ، بحيث ان هم يبداوا يشوفوا ايه هي المناطق في الدماغ اللي بيحصل لها تنشيط وقت التعرض للمضمون الاعلامي. فبيكون عندي استجابه حقيقيه، او انا بقدر امسك او مؤشر الاستجابه حقيقيه صادقه، بعيد عن اللي ممكن نقعد نفكر فيه. يعني انا ممكن اتحرج ان انا اقول لحضرتك ان انا خايفه او متوتره، لكن جسمي مش هيعمل كده، هو مؤشر صادق وحقيقي ولحظي. الاضافه الثانيه كمان في الموضوع ده، ان هو بيجيب لي التغير التدرجي في المشاعر. يعني هو بدا يتفرج على الخبر ده مثلا، كان حاسس بالحزن، في نهايه الخبر حس بالفرح، كل التغير ده الاجهزه بتسجلها. فانا بيكون موضوع كبير قوي، موضوع كبير وعايز كبير بس مشوق جدا. يعني هي بس ما اتكلمت كتير، بس انا مش حاسه ان المشاهدين زهقوا، بالعكس احنا عايزينها تكمل كلام، لان الكلام يعني اكيد انا لو انت جبتي الاجهزه بتاعتك هتلاقيني منسجمه جدا. ربنا يخليكي، ميرسي. يعني ازاي وصلنا لاننا نعمل الدراسات الدقيقه جدا اللي بسمه بتتكلم عنها دي؟ انا عايزه اقول لحضرتك احنا قعدنا انا وبسمه قعده مطوله، لان هي جابت طبعا بقى تشارتس وجابت لي جداول وعارفه حضرتك بقى، عشان نعرف بقى نطلع بقى من الكلام ده حاجه تبقى فعلا يعني بسيطه وسهله لاي باحث من بعدها يقرا. أيوة. فخدنا فيها هتبقى مرجع. يعني كتبناها مره واثنين وثلاثه، وهي في الاخر حتى جالها نوع من انواع الوسواس، يعني كل لما تجيب لي الفصل اقول لها خلاص هو حلو قوي كده مظبوط بقى، لا انا حاسه ان ممكن نعمل نزود نعمل درافت تاني. لكن بصراحه لا، انا بنصح اي باحث، يعني لان احنا عندنا مثلا في الخطه البحثيه بتاعتنا كان دايما حاطين النيورو ماركتنج، فكان يجي الباحثين يقول لي ايه دكتوره النيورو ماركتنج، لهم روحوا اقروا رساله بسمه، فيها تبقى رساله نواه فعلا
لأي باحث بعد كده. وأنا نفسي الحقيقة إن وكالات الإعلان والشركات الدعاية وحتى إدارات التسويق والإعلان فعلا يطلعوا على الرسالة عشان يستفيدوا بيها وهم بيصمموا الرسالة الإعلانية بتاعهم، خاصة القضايا الاجتماعية. أكيد، يعني أنا عايز أقول لحضرتك في مواضيع بقالنا سنين بنتكلم فيها والمؤشرات بتاعت الاستجابة فيها، وليكن مثلا على سبيل المثال زي موضوع تنظيم الأسرة، بتبقى الكيرف طالع نازل يعني. فإحنا أكيد لو وصلنا لطريقة نقدر ندرس بيها إزاي بيطلع وإزاي بينزل هنقدر أننا نوصل لاستجابة أسرع في الموضوع ده أو في غيره من الموضوعات. بالإضافة لكده بسمع في بعض الإعلانات بنتفرج عليها بتبقى يعني بتجيب نتيجة سلبية، مش عايزة أقول لفظ قوي بس بتضايقني وأنا بتفرج عليها، فمش ببقى ميالة أبدا للحاجة اللي هم بيعلنوا عنها. لكن في حاجات تانية رغم أن أنا ممكن أكون مش محتاجاها لكن طريقة الإعلان عنها خليني أفكر أن أنا أشتريها. صحيح. فده برضو هيعتمد على الأبحاث بتاعتك ان شاء الله. هو الحقيقه فعلا نقطه التاثيرات السلبيه دي خاصه في القضايا الاجتماعيه كانت بارزه قوي. يعني انا عايزه اقول لحضرتك اعلانات السجاير عليها صور صعبه جدا بس الناس بتاخد الموضوع ده بهزار. يعني لا مش عايز الصوره اللي فيها اسنان، هات لي الصوره اللي فيها مش عارفه ايه. يعني بيهزروا. صحيح. لا حاجه تقولي ده صح، استمالات التخويف العالية قوي دي لقت بتأتي أحيانا بنتائج عكسية، لدرجة أن لو تفتكر حك بعض الحملات كانت الناس تقولك أول ما بيجي الإعلان قدامي بحول القناة، بقوم من قدام التلفزيون. فلأ يعني وانس أن هو عمل كده يبقى معنى كأن الحملة بتاعتك التغطية بتاعتك يعني تم فقدانها تماما، جمهور مش هيتعرض ليه. أيوه. فإحنا عشان دلوقتي بنشوف ده في حملات التبرعات الحقيقة. يعني زمان كانت لما بتيجي في التلفزيون كنا بنشعر بانقباض كده في القلب وبنبقى متضايقين، دلوقتي بالعكس احنا بنتفاعل مع الاعلانات وبتبقى مؤثرة. فاكيد هم وصلوا لطريقة مختلفة تحبب الناس في انهم يتعاملوا مع هذه الحملات. ده لازم اكيد طبعا. طيب دكتورة داليا خلينا نتكلم عن الخطة البحثية، ازاي تم وضع خطة بحثية عشان بس ما تمشي عليها؟ الخطة البحثية أي قسم في أي كلية لازم يبقى له خطة بحثية، لأن هي دي المرشد للباحثين يختاروا في أي موضوع عشان ما يختاروش موضوع ما نبقاش إحنا محتاجين له أو تكرار أو كده. فبنضع الخطة البحثية لمدة 3 سنين في ضوء طبعا خطة الجامعة، وفي ضوء إحنا حطينا الخطة بتاعة قسم العلاقات العامة، في ضوء كمان رؤية مصر 2030 عشان نقدر نقدم أبحاث ماجستير ودكتوراه وحتى كمان أبحاث الترقيات يعني تخدم بلدنا فعلا. فبنجتمع طبعا وبيبقى فيه زي عصف ذهني وبنطلع كل الافكار على كل المحاور اللي احنا قسم العلاقات العامه محاوره كتير، تسويق واعلان وعلاقات عامه وراي عام واعلام دولي وحاجات كتيره جدا، وبعد كده بيتم صياغتها بشكل كامل وبتمشي بقى المسار الطبيعي مجلس القسم وكده. لكن دايما اي باحث بقى بيجي فبنديله نسخه منها ونقوله لازم تقدم فكره وتقول لنا ده تبع انهي محور عشان نضمن ان فعلا الابحاث تكون في هذه الخطه. طيب بس ما خلينا برضو نتكلم معاكي. الدكتورة داليا بتقول ان في الاول قالت لك ازاي هتعرفي تعملي ده ومحتاجة معاونين مختلفين يعني. فازاي عرفتي تعملي ده؟ هو يعني اولا هو اي باحث مش انا بس بيواجه التحدي الاكبر اللي هو تعاون المؤسسات. ده التحدي اللي بيواجهنا كلنا الحقيقة، ويمكن كمان كان في حتة زيادة عشان الموضوع لسه جديد فكان احيانا الناس بتتخض منه. يعني فعلا زي ما دكتور داليا كانت بتقول انه الناس كانت مخضوضة من الاجهزة، وفي ناس سابت فعلا التجربة ومشيت لما لقوا ان في اجهزة اتخضوا من اتخضوا. يعني هما مش عارفين ممكن الاجهزة دي تعمل ايه او كده، رغم ان احنا كنا بنأكد لهم كتير ان ده مش هيحصل. بعض المؤسسات طبعا كان تعاونها اقل، بس أنا بشوف إن التحدي الأكبر هو التحدي الداخلي. إن فعلا الإنسان يبقى من جواه مش متأكد إنه هيوصل لحاجة، ودي بقى بتواجهنا برضو كلنا إنه طب أنا هعمل حاجة جديدة وهتكلف تكلفة كبيرة وهتعب، طب هل في الآخر النتيجة هتكون على القدر المرضي بالزبط؟ وده كان بصراحة يعني درس كبير اتعلمته، انه فعلا التحدي الاكبر اللي بيواجه اي انسان هو خوفه مع الداخلي بالظبط،
وهنا بقى بيجي دور الناس اللي بتدعمه زي دكتور داليا، انه طب خلينا بس ناخد الخطوة دي، لا ما تقلقيش انت ماشية كويس. الانسان فعلا بيحتاج لده طول الوقت عشان يقدر يتخطى التحدي الداخلي ده، بالإضافة إلى أنه في تكلفة مادية طبعا عالية، ونتيجة حداثة الأجهزة وأن احنا كنا واخدين سوفت وير أمريكي وكده. ولكن أنا عندي أمل أن مع التطور والتراكم من نوع ده من الأبحاث يبدأ يبقى فيه زي تمويل للنوعية دي من الأبحاث، بحيث أن احنا نقدر نعمل كمان شغل أكتر من كده، يعني عينات أكبر، أجهزة أكتر، نتائج تفصيلية أكتر. انت لو وصلتي من خلال ابحاثك الاوليه كدراسه الماجستير بتاعك للطريقه اللي تقدري تجذبي بيها الشخص اللي قدامك للمنتج اللي انت بتروجي له، بعد شويه هتقدري تجذبي المستثمر لانه يمولك. بالظبط. هتقدري تعرفي تقولي له ايه، ازاي تكلمي معاه في ايه عشان يقدر يبقى سبونسر للمشروع بتاعك. بس يمكن خليني اقول ان انا كان قصدي كتفكير قومي، يعني انه زي ما احنا عندنا مراكز بحثيه بتدعم مثلا العلوم التطبيقيه علشان يطلعوا نتائج، فالعلوم الاجتماعية برضو محتاجة النظرة دي ومحتاجة الاهتمام ده، خاصة ان احنا بنتعامل مع، يعني كان في جملة قريتها في كتاب اسمه الجمهور، بيتكلم عن الاتصال الرقمي والجمهور الرقمي، كان في جملة عظيمة جدا الكاتب حاططها، الجمهور لا يملكه احد، وكل فرد في المجتمع هو اللي بيقرر يكون من جمهور حضرتك او لا. فأنا طول الوقت أنا اللي محتاج كصانع اتصال وكمؤسسات قائمة في الدولة إن أنا اللي أجتهد في فهمه وفي الوصول لي علشان أوصل له المضمون اللي يحقق لي التغيير الاجتماعي اللي أنا بنشده أو يحقق لي أهدافي، حتى إيفن إن أنا كمستثمر، وإن أنا أقدم المضمون اللي يحترم عقل المشاهد ده ويحترم إن هو النهاردة بقى حاضر في الحدث. يعني النهاردة بقى هو اللي بيصنع الرسالة، مش هو بيتلقاها وبيتفاعل معها بس، النهاردة المواطن هو اللي بيصنع الرسالة. فأنا علشان أوصل كل فترة هبقى محتاجة أعمل مجموعة من الدراسات والأبحاث بأفضل الطرق الممكنة عشان أفهم الجمهور بشكل أفضل، لأنه كل مدى ما هيبقى بقى محتاجة لتطور أكبر وإبداع أكبر وكده. ان شاء الله ربنا يوفقك، ومنتظرين رساله الدكتوراه على فكره عشان نشوف يعني اذا كان ده الماجستير متوقعين ان الدكتوراه ان شاء الله تكون اقوى. احنا بنشكر ضيوفنا اللي كانوا منورينا، الدكتوره داليا محمد عبد الله استاذ ورئيس قسم العلاقات العامه والاعلان بكليه الاعلام جامعه القاهره، والباحثه بسمه سيد طه صاحبه الرساله المميزه جدا في كليه الاعلام جامعه القاهره. نورتونا، وتاني كل سنه وحضراتكم طيبين. طيب شكرا ليك، وصباحكم وزي الفل ان شاء الله. وداليا بسمة اتكلمت من خلال كلامها عن الذكاء الاصطناعي ودوره في تنمية قدرات البشر بشكل عام. خلينا نخرج مع حضراتكم في فاصل ونرجع نتكلم عن الذكاء الاصطناعي بشكل مفصل شوية. لحضراتكم مرة تانية علشان نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، وبعبارات بسيطة جدا ممكن نقول ان مصطلح الذكاء الاصطناعي يشير الى الأنظمة او الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام. يعني ايه؟ يعني احنا بنخلي الأجهزة تقدر تقوم بالمهام اللي ممكن البشر يقوموا بيها، بتقوم بيها بطريقة متكررة، بطريقة سليمة وصحيحة وكمان سريعة، لكن ده مش معناه ان البشر نقدر نستغنى عنهم. على العموم هنتكلم اكتر عن الذكاء الاصطناعي من خلال لقائنا بضيفنا الدكتور محمود ياسين شمس الدين، هو المنسق الاكاديمي لكلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ. برحب بحضرتك يا فندم وصباح الخير. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى جميع السادة المشاهدين، كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله يا رب سنة 2022 تكون سنة سعادة وخير وأمل على الشعب المصري كله بإذن الله. إن شاء الله، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك. خلينا في البداية نتعرف يعني إيه الذكاء الاصطناعي اللي استوجب أننا يكون عندنا جامعة بعنوان الذكاء الاصطناعي.
طبعا حضرتك حضرتك يا فندم اديت تعريف مختصر فعلا عن الذكاء الاصطناعي، لكن نقدر نقول التعريف العلمي ببساطه جدا للذكاء الاصطناعي هو مجموعه من الالجوريزمات او البرمجيات دي بتستخدم لمحاكاه الذكاء البشري الطبيعي للانسان. البرمجيات دي يا فندم طبعا هي العلم ده مش جديد ولا حاجه زي ما الناس متخيله، لكن هو قديم وبدا من سنه 1950 عن طريق آلة اسمها تيرنينج ماشين. فهي الآلة دي كانت بتستخدم عشان تحاول تحاكي الذكاء البشري الطبيعي للإنسان، وبرضو تخلي الآلة تفكر ويكون لها مهام قريبة بكتير جدا من الإنسان، حتى لدرجة أن الآلة ممكن تتكيف على بعض الوظائف اللي بيقوم بها الإنسان، خاصة الوظائف اللي فيها نمط أو فيها حاجات متكررة، والوظائف اللي بتعتمد على الحسابات المعقدة، والوظائف برضو اللي الإنسان بيصعب أن هو يعملها، فبالتالي دخل فيها الذكاء الاصطناعي. زمان كنا بنشوف الإنسان الآلي وكنا شايفين أن ده يعني أقصى أنواع التكنولوجيا، وكان بيبرمج على بعض الأعمال وبيقوم بيها، لكن دلوقتي الإنسان الآلي بقى بيفكر، يعني هو كمان بيقترح حلول، فده تطور. ده فعلا تطور يا فندم. هو في ناس طبعا بيختلط عليها الأمر في الموضوع ده بالذات، هما بيفتكروا أو الناس بتفكر إن كلمة الذكاء الاصطناعي هو الروبوت. لا، الروبوت أو الانتليجنس ماشين عموما هو جزء بسيط جدا من الذكاء الاصطناعي، لكن جزء مهم جدا. طبعا هو الإنسان الآلي ده أما بنيجي نبص على التصميم بتاعه والهيكل بتاعه يا فندم، هنلاقيه إن هو بيبتدي الأول إن احنا بنجمع المكونات المادية المختلفة أو الهاردوير الخاص بالروبوت ده من أردوينو ومن مكونات وتوصيلات بنشتغل فيها على الحاجات الخاصة بالميكاترونكس. بعد كده بنبدأ إن احنا نبرمج كل جزء فيه عن طريق توفير السنسورز. والسنسورز دي ممكن نحطها مثلا سنسور عبارة عن كاميرا، الكاميرا دي بتمكن الإنسان الآلي أو الروبوت إن هو يبدأ يشوف ويستطلع الأوبجكت اللي حواليه. سنسور عبارة عن ألتراسونيك، ده عبارة عن محسسات كده بيبدأ إن هو يحس بالأوبجكت ويتفادى الحواجز. فطبعا يا فندم هي دي السنسورز دي متوفرة، بيبتدي الناس تشتغل عليها ويعملوا الهيكل اللي احنا بنشوفه أو هيكل الروبوت. في بقى حاجات هو شكله اختلف، يعني دلوقتي مش بقى إنسان آلي كده زي زمان، دلوقتي بقى بيستخدم في العمليات الجراحية، بيستخدم في التنقيب في بعض الأماكن الخطرة، بيستخدم في حاجات كتير قوي. ده حقيقي يا فندم. هو أنا أقول لحضرتك هو طبعا تطور، يعني الروبوت تطور بشكله، مش شرط إن هو يبقى بشكل الإنسان، لكن هو ممكن يكون تولز مساعدة بتبقى مع الطبيب عشان إن هو يكتشف بعض الأمراض أو بعض التيمورز، وبرضه بالفعل قدر الروبوت إن هو يستأصل عمليات جراحية دقيقة جدا الإنسان ما كانش بيقدر إن هو يستأصلها، نتيجة إن هو بيبقى دقيق جدا بيحدد الهدف اللي هو رايح عليه أو الخلية اللي عايز يستأصل فيها هذا المرض أو هذا الورم أو كده، فهو بيقدر إن هو يتتبع الموضوع ده ويصل بسهولة. وطبعا إحنا بنشوف أشكال الروبوتس اللي هي بتبقى ضد النار وضد الصدمات، ممكن برضو بعض الروبوتس يستخدم زي ما حضرتك قلتي عن التنقيب، عن الآبار أو عن المياه الجوفية أو عن البترول. وبعض الروبوتس حاليا برضو بيستخدم في مجال البحث الجنائي إن هو بيبدأ يكتشف المتفجرات والأماكن الخطرة، ويبدأ إن هو كمان يحل المشكلة دي ويحل ويفك الشفرات دي عشان يأفويد أو عشان يتجنب إن يحصل مشاكل بعد كده. طيب احنا دلوقتي عندنا كلية للذكاء الاصطناعي في جامعة كفر الشيخ، اكيد بيحصل في ابحاث وفي مشاريع تخرج. تمام، ازاي نقدر نستفيد من هذه المشاريع والابحاث اللي بتقدم؟ طبعا يا فندم انا في البداية يعني كنت حابب اشكر معالي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشريفه لجامعة كفر الشيخ، الزيارة التاريخية اللي كانت يوم الثلاث بتاريخ 14/12 اللي فات، الحقيقة كانت وسام على صدورنا جميعا، وكانت حافز كبير جدا لينا ولطلبة كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ. الحقيقة سيادته
كان موجود وشاف مشاريع تخرج لسه طلبة لسه ما تخرجوش، يعني هم لسه الطلبة دلوقتي في سنة تالتة المستوى الثالث، وعندنا سنة أولى وعندنا سنة تانية، وعملوا مشاريع يا فندم مشاريع كويسة جدا، من ضمنها مشاريع عن العربات الذكية بدون قائد، وبرضه سيارات بتمشي في وان لاين محددة الاتجاه، وعملنا برضو روبوت للخدمات الطبية اللي هو مالتي سيرفيس روبوتكس للخدمات الصحية. والحقيقة الروبوت ده حاليا موجود في مستشفى جامعة كفر الشيخ بيؤدي الخدمات وبيؤدي بدل من الطاقم اللي هو يعني بدأ التطبيق بالفعل لهذه المشاريع. بالفعل، والتطبيق ده تم من ايد يعني بايد ولادنا اللي هم لسه ما تخرجوش. أيوه. زي ما قلت لحضرتك بالظبط، بدأنا نعلمهم يعني ايه روبوت، بدأنا نعلمهم ازاي يعملوا التوصيلات ويجيبوا السنسورز ويستخدموا الامكانيات المتاحة، وبدأوا يعملوا حاجة عظيمة جدا جدا جدا. حتى من ضمن الحاجات اللي هي الحاجات الأصحاب أو ذوي الهمم، سنسورات عشان يعني الشخص اللي هو مصاب أو الضرير أو اللي ما بيشوفش، إنه هيبدأ يبقى فيه عصاية كده، العصاية دي لما يكون فيه أي أوبجكت تبدأ تدي ألارم ليه عشان يتفادى الحواجز. برضو عملنا موضوع الأسانسير بدون لمس نتيجة طبعا جائحة كورونا. طبعا كان في بيقولوا يعني إن لما نيجي نلمس أي ميتال فده ممكن يكون عرض ناقل للفيروس أو ناقل للفيروس، فعملنا طبعا الكلام ده بدون لمس، نقدر نصعد نقدر نصعد في بأي دور عن طريق اللمس بس أو إن احنا نشاور. من ضمن الحاجات برضو اللي معالي الرئيس كان شافها مشروع 3D printing اللي هو الطبعة ثلاثية الأبعاد، والحقيقة أولادنا عملوها. طبعا هي متوفرة لكن هم قدروا يعملوها بإمكانيات بسيطة جدا، إن احنا بنديله المجسم ثلاثي الشكل، وبعدين يبدأ الطبعة دي تبدأ تطبع فعلا الشكل المجسم ده بنوع من الدقة. وده على فكرة طبعا الحاجات دي بتبقى مهمة جدا، لأن بعض العناصر أو بعض التولز ما نقدرش نحصل عليها من بره، خاصة لو كان في أرم للروبوت أو في مكونات مختلفة، فإحنا نقدر إن إحنا نصممها بالشكل الثلاثي وبعد كده نديها للطبعة تبدأ تطبعها بالشكل اللي إحنا متعارف عليه. أيوه تمام. طب حضرتك شايف، يعني حضرتك بتكلمني عن مشاريع تم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع من طلبة في أولى وتانية وتالتة، طيب احنا دلوقتي مستقبل الحياة والبشرية في ظل وجود الذكاء الاصطناعي هيبقى شكله عامل ازاي؟ طبعا يا فندم، هو الذكاء الاصطناعي ابدا، عشان الناس ما تبقاش قلقانة من الحتة دي، لا يلغي ابدا وجود البشر ولا وظيفة البشر، لان البشر او الانسان هو اللي بيبرمج الروبوت، وهو اللي بيبقى دايما بيديله التعليمات. ودايما انا بقول يعني ان احنا ما نديش للروبوت او ما نديش للذكاء الاصطناعي أكبر من حجمه، فلازم يكون في بنسميها ميثاق أو أخلاقيات للذكاء الاصطناعي. بيبقى الشغل بتاعنا لازم يكون محدود، يعني ما نديش للآلة أكبر من حجمها. فطبعا التكنولوجيا الحديثة والثورة الصناعية الرابعة كلها مبنية على الارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي. مصر بتحاكي وبتواكب العالم اللي بره اللي بيقفز قفزات كبيرة جدا في موضوع الذكاء الاصطناعي. كان لابد ان ولادنا يدخلوا في هذا المجال ومن بدري، لكن طبعا بتوجيهات معالي الرئيس اللي هو عملية التحول الرقمي وعمليات الرقمنة لابد ان احنا نكون مواكبين فعلا. وأثناء حديث معالي الرئيس مع الطلاب مع أولاد الطلاب، فكان من ضمن أحد الطلاب كان بيسأله بيقول هل هيكون لنا فرصة يا فندم في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة؟ طبعا قال له ده واجبكم وده فعلا شيء أساسي. وبعدها على طول طلب مننا ان احنا يعني الاسماء الطلاب اللي موجودين دول في الكلية واللي شاركوا بمشاريع عشان فعلا يشتركوا في الاستعانة بيهم. فالذكاء الاصطناعي لا يلغي ابدا البشر ولا يلغي، لان البشر طبعا ده هو اللي بيبرمج الروبوتس وهو اللي بيقوم على صيانته، فده طبعا ده شيء اساسي ومهم. لكن طبعا احنا في تقنيات او في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي احنا بنحاول نطور اساليب جديده، وبنستغني عن بعض الوظائف القديمه
وبتحل محلها وظائف كتير جدا. يعني حوالي الإحصائيات بتقول إن 7 مليون وظيفة بالفعل هتختفي، لكن هيتم استبدالها بأكتر من 21 مليون وظيفة كلها بتعتمد على التكنولوجيا والرقمنة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. يعني مش معنى كده ان احنا هنستغنى عن الكوادر البشرية، لكن هيتم توظيفهم بطريقة مختلفة. بالظبط، هم نفسهم لكن هيشتغلوا بطريقة مختلفة تتماشى مع العصر اللي احنا عايشين فيه، عصر التكنولوجيا. ده حقيقي يا فندم. يعني الطبيب عمليات التشخيص بالنسبة للطبيب دي اللي بتعتمد على النظر مش هتبقى موجودة، لابد ان يكون نستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، سواء كانت البيانات الطبية او غيره. ودافع بالفعل على فكرة كلية الذكاء الاصطناعي من باحثين، لان احنا طبعا كلية الذكاء الاصطناعي هي كلية او بنسميها بحث علمي، يعني هي في الاساس هي عملية بحث علمي. فاحنا كباحثين او كناس شغالين في هذا المجال بنشتغل على التطبيقات الطبية والزراعية والصناعية وتطبيقات المياه، فكل دي طبعا بتحقق اللي هي التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. فالحاجات دي كلها احنا بنحاول ان احنا نشتغل عليها بقوة جدا، وبنحاول ان احنا نوصل لتارجت عالي جدا يحاكي ويضاهي المجتمع الخارجي. ازاي ممكن نستفيد من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تطوير او تحسين الاقتصاد، في تنشيط السياحة، في مجال التكنولوجيا بشكل عام؟ طبعا يا فندم، استخدام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد ده حضرتك اكيد عارفة ان في شركات ناشئة كتير جدا بدأت ستارت اب، ومن شباب صغيرين يعني لا يتجاوز عمرهم 25 سنة و30 سنة، بدأوا يعملوا مجموعات وشركات ناشئة ستارت اب في الذكاء الاصطناعي. من ضمنها يعني شركات معروفة زي كريم وأوبر ومشاوير بصرف النظر، مش عايزين نقول اسماء شركات. التطبيقات اللي موجوده على تليفوناتنا كلها، على التليفونات كلها دي. طبعا تطبيقات على التليفونات، في ايضا تطبيقات اخرى في المجال الطبي وفي مجال الرعايه الصحيه وفي مجال الافات واكتشاف الافات، لان مش الذكاء الاصطناعي مش بس ان هو بروبوت او لا، ده كمان ممكن يتوقع بما سيحدث بعد كده عن طريق تحليل البيانات، يعني عملية الستاتيستيكس. احنا كان عندنا مسؤول كبير في وزارة الزراعة وكان بيكلمنا عن تطبيق هدهد اللي بيساعد الفلاح، فده ذكاء اصطناعي وده هيتطور من اداء الفلاح في الزراعة وفي المحاصيل وبيجمع معلومات. ما هو يا فندم يعني بالنسبة لتطبيق هدهد ده او التطبيقات الاخرى دي بنسميها بايونسبايرد من النيتشر، حاجات مستوحاة من الطبيعة. فعلى فكرة مصطلح الذكاء الاصطناعي تم تحويله الى مصطلح اخر جديد اسمه كومبيوتيشنال انتليجنس، اللي هو الذكاء الحسابي، اللي هو مستوحى، كل شيء مستوحى من الطبيعة. احنا بنحاول نشوف الطبيعة شكلها ايه، عشان نتعامل معاها بالطريقة السليمة، الصحية، الاكثر نظافة، الكلام ده كله. طب بالنسبة للسياحة بقى والاستفادة كمان في تنشيط السياحة عن طريق الذكاء الاصطناعي، انا هدي لحضرتك مثال، والمثال ده بالفعل احنا شغالين فيه في بحث علمي دلوقتي مع المدرسة العلمية البحثية، حاجة اسمها الديجيتال توينينج اللي هي التوأمة الرقمية. التوأمة الرقمية دي زي ما يكون كده بقول لحضرتك في نسخة من حضرتك موجودة قدامك وبتبص في المراية. فحضرتك عارفة موضوع الفيسبوك وموضوع التواصل الاجتماعي اللي هيتم تغييره بتقنيات ثلاثية الأبعاد، وان احنا نخش الواقع فعلا، الواقع الافتراضي المعزز. فده موجود بالفعل ان احنا ممكن نصور مجتمع سياحي كامل، ونبدأ ومعابد موجودة، ويبدأ السائح وهو موجود برة يبدأ يدخل كأنه موجود معانا، كأنه بيزور المعبد أو المتحف. بالفعل. وكمان نقدر كمان إن احنا نجمع ديتابيز ضخمة جدا عن هذه الثروات الكبيرة اللي أجدادنا الفراعنة سابوها لنا، إن احنا ندي قاعدة بيانات عن كل تمثال وعن كل أثر، ونبدأ إن احنا نشوف بدأ ينشأ إمتى ومكانه، تاريخه كله وكل التفاصيل اللي موجودة عنه. بالظبط. ونبدأ بقى نستخدم الجرافيكس و3D
والفيرشوال رياليتي، ان احنا نعمل واقع معزز افتراضي يحاكي الواقع الطبيعي اللي موجود. فدي طبعا هتبقى مهمه جدا في عمليات تنشيط السياحه. هيبقى الشخص اللي هو السائح قبل ما يجي هيبقى عنده شغف ان هو يشوف الحاجات دي فعلا على ارض الواقع. ده خاص بتكنولوجيا المعلومات بالظبط. فده فعلا يا فندم هيبقى الذكاء الاصطناعي هيأثر تاثير ايجابي كبير جدا على الموضوع ده. وانا متوقع ان طبعا الاقبال السياحي في العالم كله هو بيزيد عن طريق ان السائح بيبدا يتعرف على الحاجات قبل ما يروحها ويشوفها في شكل ثلاثي الابعاد. طب ايه هي النماذج اذا كان في نماذج ناجحه في مجال الذكاء الاصطناعي ممكن حضرتك تذكرها؟ طبعا انا لسه قايل لحضرتك دلوقتي ان في شركات ناشئه كتيره جدا في مصر. لا ما من غير الشركات، انا قصدي الشباب اللي بيعملوا مشروعات زي ما حضرتك قلت، او الجامعات اللي بتستخدم الرقمنه والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واكيد اولهم الكليه اللي هي خاصه بالذكاء الاصطناعي. لكن يعني الشباب نفسهم اللي موجودين، هل دي نماذج ناجحه حضرتك تقدر تقول لنا عليهم؟ يعني في حاجات مبشره كده تطمنا؟ طبعا يا فندم، هو انا عايز اقول لحضرتك ان الشباب من اول يوم موجودين في الكلية عندنا هم عندهم طموح كبير جدا ان هم يطوروا في المجال ويبدعوا فيه. بالفعل عملوا مشاريع كويسة قوي، وطبعا اللي انا حكيت لحضرتك عليها الروبوت اللي موجود في المستشفى، الروبوتس اللي موجود في المستشفى، وفي ايضا روبوت بنسميه الروبوت المرشد الاكاديمي اللي هو بيبدا ان هو ينسق للطالب ويشتغل معاه يختار المواد بتاعته. عندنا طبعا روبوتس موجودة جاهزة في الكلية، واحنا بنفك الروبوتس دي كلها حتة حتة، وبيبدأ الطالب ان هو يعيد تركيبها ويشتغل ويشتري حاجات، ونوفر يعني بنستخدم اقل الامكانيات عشان الطالب يبدأ يعمل روبوتس جاهز. في برضو عاملين شراكات كلية الذكاء الاصطناعي مع بعض الشركات، بيبدأ الطالب شركات كبيرة جدا في الاتصالات ان هو يتعلم الحوسبة السحابية ويتعلم تكنولوجيا انترنت الاشياء وياخد شهادات سيرتفايد معتمدة فيها. فالحقيقة الطالب يعني عنده حافز كبير جدا ان هو يستمر في هذا المجال وان هو يطور من نفسه ويشتغل على نفسه في موضوع الرقمنة والتحول الرقمي. وده فعلا من الحاجات والاهداف اللي الكلية بتسعى ليها. ان شاء الله يكون في كمان ناس يعني شركات ومصانع تتبنى بعض المشروعات اللي بيقدمها الطلبة او الاختراعات بتاعتهم. احنا بنشكر حضرتك، نورتنا ضيفنا اللي كان منورنا الدكتور محمود ياسين شمس الدين، المنسق الاكاديمي لكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ. وكل سنة وحضرتك طيب مرة ثانية. الله يخليك، شكرا يا فندم. بكده مع حضراتكم خلصت حلقتنا زي ما وعدناكم، انها حلقة متفائلة كل موضوعاتها الحقيقة تهمنا دلوقتي وتهمنا كمان في المستقبل. يا رب حلقتنا تكون نالت اعجاب حضراتكم، واستنونا بكرة وحلقة جديدة كلها تفاؤل وامل دايما في مصر جميلة.